40 فنان وفنانة مسيحيين، بعضهم كنا نظنهم مسلمين، لم تتوقع انهم مسيحيين. الفنان المصري هاني رمزي هو فنان مصري يحمل الديانة المسيحية. الفنان المصري يوسف داود هو يحمل الديانة المسيحية. الفنانة المصرية هالة صدقي هي ممثلة مصرية تحمل الديانة المسيحية. الفنان يوسف شاهين يحمل الديانة المسيحية. الفنان المصري لطفي لبيب يحمل الديانة المسيحية. الفنان جورج سيدهم يحمل الديانة المسيحية. الفنان أسامة منير يحمل الديانة المسيحية. الفنان المصري المنتصر بالله يحمل الديانة المسيحية. الفنان المصري ماجد الكدواني يحمل الديانة المسيحية. الفنانة نوال الزغبي تحمل الديانة المسيحية. الفنان وديع الصافي يحمل الديانة المسيحية. الفنانة يارا تحمل الديانة المسيحية. الفنان والإعلامي أسامة منير يحمل الديانة المسيحية. الفنان إلياس كرم يحمل الديانة المسيحية. الفنانة إيلين خلف تحمل الديانة المسيحية. الفنان سلوم حداد يحمل الديانة المسيحية. الفنانة فيروز تحمل الديانة المسيحية. الإعلامي نيشان يعتنق الديانة المسيحية. الفنانة المصرية هاني رمزي يعتنق الديانة المسيحية. الفنان يوري مرقدي يحمل الديانة المسيحية. الفنان جورج سيدهم يحمل الديانة المسيحية. الفنانة ساندرا نشأت تحمل الديانة المسيحية. الفنانة المصرية هالة صدقي تحمل الديانة المسيحية. الفنانة سيرين عبد النور تعتنق الديانة المسيحية. الفنان فارس كرم يعتنق الديانة المسيحية. الفنانة مجد الرومي تعتنق الديانة المسيحية. الفنانة سلمى حايك تعتنق الديانة المسيحية. الفنانة شاكيرا تعتنق الديانة المسيحية. الفنان زياد سعد يعتنق الديانة المسيحية. الفنان ناصف زيتون يعتنق الديانة المسيحية. الفنان المصري يوسف داود يعتنق الديانة المسيحية. الفنانة مايا نصري تعتنق الديانة المسيحية. الفنان عابد فهد يعتنق الديانة المسيحية. الفنانة كارول سماحة تعتنق الديانة المسيحية.
الفنانة إليسا تعتنق الديانة المسيحية. الفنان قصي الخولي يعتنق الديانة المسيحية. الفنان المصري ماجد الكدواني يعتنق الديانة المسيحية. الفنان ملحم بركات يعتنق الديانة المسيحية. الفنانة نجوى كرم تعتنق الديانة المسيحية. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تعتنق الديانة المسيحية. شاكيرا هي مطربة بوب كولومبية من أصل لبناني. الفنانة سلمى حايك ممثلة مكسيكية من أصل عربي لبنانية. جوليا بطرس مغنية لبنانية تعتنق الديانة المسيحية. الفنانة مجد الرومي مغنية لبنانية تعتنق الديانة المسيحية. الفنانة سيرين عبد النور ممثلة ومغنية ومذيعة سابقة تعتنق الديانة المسيحية. الفنان إلياس الرحباني موسيقي لبناني يعتنق الديانة المسيحية. الفنانة نوال الزغبي مغنية لبنانية تحمل الديانة المسيحية. زياد بطرس موسيقي لبناني يحمل الديانة المسيحية. الفنانة نانسي عجرم مغنية مشهورة تحمل الديانة المسيحية. الفنانة اللبنانية فارس كرم مغني لبناني يحمل الديانة المسيحية. نيشان مقدم برامج مشهور يحمل الديانة المسيحية. مادونا مغنية لبنانية تحمل الديانة المسيحية. بسكال صقر مغنية لبنانية شقيقة كارول صقر تحمل الديانة المسيحية. كارول صقر مغنية لبنانية تحمل الديانة المسيحية. الفنان زين العمر مغني لبناني يحمل الديانة المسيحية. كارول سماحة مغنية لبنانية تحمل الديانة المسيحية. الفنانة يارا مغنية لبنانية تحمل الديانة المسيحية. الفنان يوري مرقدي مغني لبناني يحمل الديانة المسيحية. الفنان ملحم بركات موسيقار لبناني مشهور يعتنق الديانة المسيحية. الفنانة إيلين خلف مغنية لبنانية تعتنق الديانة المسيحية. الفنانة مايا نصري مغنية لبنانية تعتنق الديانة المسيحية. الفنان وديع الصافي مغني لبناني يعتنق الديانة المسيحية. الفنان عزار حبيب مغني لبناني يعتنق الديانة المسيحية. الفنانة نور الهدى مغنية لبنانية تعتنق الديانة المسيحية. الفنانة سلوى قطريب مغنية لبنانية تعتنق الديانة المسيحية. الفنان زياد رحباني ملحن لبناني يعتنق الديانة المسيحية. الفنانة كاتيا حرب مغنية لبنانية تعتنق الديانة المسيحية. الفنانة ريدا بطرس مغنية لبنانية تعتنق الديانة المسيحية. الفنانة بديعة مصاباني راقصة لبنانية مؤسسة الرقص الشرقي في مصر. الفنان جاد نخلة مغني لبناني يعتنق الديانة المسيحية. الفنان زين العمر مغني لبناني يعتنق الديانة المسيحية. سميرة توفيق تعتنق الديانة المسيحية وهي مغنية لبنانية. الفنانة فريال كريم مغنية وممثلة لبنانية تعتنق الديانة المسيحية. الفنانة ميسم نحاس مغنية لبنانية تعتنق الديانة المسيحية.
الفنان وائل كافوري مغني لبناني يعتنق الديانة المسيحية. الفنان أمير يزبك مغني لبناني يعتنق الديانة المسيحية. الفنانة بسكال مشعلاني مغنية لبنانية تعتنق الديانة المسيحية. الفنان جو أشقر مغني لبناني يعتنق الديانة المسيحية. الفنانة غريس دياب مغنية لبنانية تعتنق الديانة المسيحية. الفنان إبراهيم مرعشلي ممثل لبناني يعتنق الديانة المسيحية. الفنان مروان خوري مغني وملحن لبناني يعتنق الديانة المسيحية. الفنانة باسمة مغنية لبنانية تعتنق الديانة المسيحية. خيري بشارة مخرج مصري سينمائي يعتنق الديانة المسيحية. سمير نصري ناقد سينمائي ومخرج وصحفي يعتنق الديانة المسيحية. الفنان يسري نصر الله مخرج سينما مصري يعتنق الديانة المسيحية. الفريد فرج كاتب مسرحي من أهم كتاب المسرح في مصر يعتنق الديانة المسيحية. يوسف جوهر كاتب قصصي وأستاذ بمعهد السينما يعتنق الديانة المسيحية. رمسيس نجيب مخرج ومنتج سينمائي يعتنق الديانة المسيحية. رمسيس ويسا واصف فنان ومعماري يعتنق الديانة المسيحية. رجل الأعمال المصري سامح ساويرس يعتنق الديانة المسيحية. وكذلك شقيقه نجيب ساويرس يعتنق الديانة المسيحية. إليسا مغنية لبنانية حائزة على عدة جوائز عالمية، هي أيضا تعتنق الديانة المسيحية. الفنانة اللبنانية نجوى كرم هي مغنية لبنانية شهيرة تعتنق أيضا الديانة المسيحية. الفنان أمين الريحاني كاتب وروائي لبناني يعتنق الديانة المسيحية. مي زيادة كاتبة وشاعرة لبنانية تعتنق الديانة المسيحية.